سامحيني يا بنت، ما بقتش قادرة على مصاريفك، الظروف وحشة. سامحيني. سلام. ايه صوت الطفلة دي؟ ده مين ولاد الحرام اللي عملوا كده؟ يا أستاذة الطفلة، يا أستاذة، عاوز أبدأ مش طراجيك. يعني انت فتح واتساب ما بتردش عليا؟ معلش يا رضي حبيبتي، كنت عامله صامت. معلش وريني موبايل. ما انا هفهمك، انا كنت كل ده، كل دي بنات. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ هادي اهو صاحب مروان، هو اللي اعرف منه كل حاجه. ازيك يا هادي؟ ازيك يا رودة، عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ اهو الحمد لله بخير. ايه فاضي اتكلم معاك في حاجه بس؟ اه طبعا اتكلم. يا سلام. بس انت كنت بتكلم مين؟ لا ما كنتش بتكلم. انا بقى اعرف كل حاجه. يا نهارك اسود بقى، انت اللي جايب البنات لمروان؟ طب والله لا خليك كده طول عمرك، والموبايل اهو مش هتاخده. ياما يا بابا. خير يا بنتي؟ انا زهقت من الكوم اللي عندي، خلتني اعرف حقيقه كل واحد. ودي حاجه مش وحشه يا بنتي. مش عارف. بالمناسبه انا في حاجه مخبيه عليكي بقالها 20 سنه، وجي الوقت انك تعرفيها. 20 سنه ودي هي دي؟ تعالي معايا وهتعرفي. انت واخدني على فين يا بابا؟ انا مش بابا يا رودي. انا لقيتك في الشارع، والست دي تبقى امك. برزقنا بالخير هنا يا رب. السلام عليكم يا أم. وعليكم السلام. رايح فين كده على الصبح؟ رايح التمرين. ادعي لي بقى. ربنا معاك يا وجد وينصرك يا رب. خلي بالك من نفسك، العيشة هنا صعبة وغالية قوي. احنا في مصر يا وجد مش في البلد. متقلقيش يا أم، بإذن الله هاخد البطولة وهشرفك. يا رب يا رب انصره يا رب وكرمه يا رب. وسهل الحال يا رب. السلام عليكم يا كوتش. ايه يا وجد اللي انت لابسه ده؟ اسف يا كوتش. ركز معايا يا وجد، عايزين نخلص التدريبات بتاعه النهارده عشان انت داخل على النهائي. اعتبرها خلصت يا كوتش. الله ينور يا سفير، ولسه اللي جاي احلى يا كوتش. احلى حاجه فيك ان انت طموح. ودي دنيا بتظلم الناس. على فكره ادائك كان تحفه قوي النهارده. ربنا يخليك. انت اسمك ايه؟ وجد. وانا رودي. رودي اهلا وسهلا. قلت لي موقفك هنا. اتفضلي. اسمك وجدي صح؟ اتفرجت عليك النهارده يا وجدي، فاضل لك النهايه وهتقابلني. اجيب العيش. ايه يا امي؟ ايه يا وجدي؟ ايه مش جاي معايا ولا ايه؟ على فين؟ الماتش النهائي النهارده. بجد؟ يا رب تكسب يا رب. طول ما انت موجوده معايا اكيد هكسب يا رب. يلا بينا. مش عارف الزفت ده اتاخر ليه؟ يا كوتش اخرت ليه الزفت؟ تعالى معايا بسرعه. ثانيه بس اروح لام المحل اطمن عليها. امك ايه دلوقتي؟ امك اتقبض عليها. اتقبض عليها ازاي؟ اتعمل لها قضيه سرقه، وعارف من مين؟ من مروان. مروان بيه؟ امي مش حراميه يا مروان بيه. انا عارف ان انت اللي حبست امي، ابوس ايدك طلعها. هو الصراحه انا اللي رحت عملت لها محضر السرقه عشان هي حراميه يا وجدي. امي مش حراميه، اكيد في حاجه غلط. وانا ممكن اروح اتنازل بس بشرط. اشرط الشرط اللي انت عايزه. النادي ما تعتبوش تاني، ورودي تنساها خالص. مالك يا رودي؟ في ايه؟ خطيبي مزعلني. اعملوا له بلوك على الواتس. اعمل له بلوك وعلى الفيس كمان، وتبحي له القطه من اولها. ما تكلموش يا بنت. يعني اعمل الكلام ده؟ يعني متاكده انه هيبقى كويس معايا؟ ايوه. ما تكلموش، ما تخليك اختفي من حياته. خلاص هعمل كده. جدعه يا دودو. الحقيني. ايه الحقي خطيبي بعد ما عملت له بلوك زي ما انت قلت لي؟ ما كلمنيش تاني. ده بتتكلمي جامد. الحمد لله. نسيت اقول لك حاجه. ايه؟ مش انا اتخطبت. لمين؟ للي كان خطيبك. ايه سيدتي يا فاشله؟ سيدتي ما عرفتيش تخش الكليه اللي نفسك فيها يا فاشله يا بليده. لا ما تقولهاش يا فاشله، قول لها يا لاد غايه تخينه، ما وراش غير الاكل، تقعد في البيت تاكل. مذاكره ايه؟ هات بص المذاكره كده. يلا يا بليده. يلا يا فاشله. بليده انا دكتوره ناجحه مش مجنونه، انا دكتوره ناجحه. اهلا ازيك؟ ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله. اصحابي كلهم عرفوني في عيشتي، كل شويه يقولوا لي انا فاشله، انا تخينه، انا مش عارف ايه. زهقت. ما تخليش حد يحبطك، خليكي واثقه من نفسك دايما، وطول ما انت ماشيه قولي على طول. ايه هما بيقولوا لك؟ ايه بيقولوا لي؟ انا تخينه وفاشله. انا رفيعه
وجميلة وناجحة. افضلي قولي يلا. أنا رفيعة وجميلة وناجحة، أنا رفيعة وجميلة وناجحة، أنا رفيعة وجميلة. يعني بص يعني فاشلة وكمان اتجننت وعبيطة. حسيت معاه بالحب وقلب. معلش يا أنت اتأخرت عليك عشان كنت في النادي. طب يلا نلعب. يلا. هو أنت معاكي كام؟ أنا معايا 200 جنيه. وانا برضو معايا 200 جنيه. يلا عشان نلعب. يلا. يا ماما يا ماما إيه؟ انا عايز اشتري العاب كتير. انت جبت الفلوس دي منين يا انس؟ لقيتها في الارض. جبتها منين يا انس؟ ما بقولك في الارض. ايوه وقعت من مين يعني؟ بصراحه يا ماما وقعت من صاحبتي صوفي. طيب ما رجعتها لهاش ليه بقى؟ يعني كده دي فلوس حرام. ماشي ماما بس انا عايزه اشتري العاب. لا دي كده فلوس حرام، انت تروح ترجعها لها واعرف ان ربنا هيكرمك اضعاف اضعافها. صح يا انس؟ روح رجعها. يا حاضر. يا صافي يا صافي الفلوس دي وقعت منك وانا شلتها لك امبارح. شكرا يا انس على امانتك. برافو عليك يا انس، انت كده عجبتني ودي هديه مني ليك. شكرا يا ماما. ماما يا ماما عايز من اللعبه دي. مش معايا فلوس يا انس، بلاش دلوقتي. هو تاني تسليم تاني. انت ما تقدرش. ماشي يلا اكشن. يا ماما يا ماما عايز اللعبه دي. مش دلوقتي يا انس. لا يا ماما هو كل شويه مش دلوقتي مش معايا فلوس. طيب يا انس هروح اجيب لك بدي. حاضر. خد اقول لك مش كل حاجه تبقى عاوزها وماما تجيبها لك او ما تجيبها لكش، يبقى كده بتحبك او مش بتحبك. الحب ملوش دعوه ان هي تجيب لك حاجه او ما تجيب لكش حاجه. ممكن ماما يكون عندها ضغوطات تانية، ممكن يكون ظروفها الايام دي مش حلوه ومش معاها فلوس. كده كده ماما بتحب. والحاضر مين انا مستني انا. يلا يلا هاتي بقى مفتاح العربيه. ليه ان شاء الله؟ فكرت نفسك هتسوق ولا ايه؟ ايوه انا هسوق. امال انت اللي هتسوقي؟ ايوه طبعا. لا ثواني هنا ما تمشيش من هنا غير لما تديني مفتاح العربيه. بعد اذنك انت لبستي لبس بتاع كام مطب؟ بتاع 50 مطب امبارح. ما هم اللي حاطين مطبات في الشارع. امال هيحطوها فين؟ هيحطوها في البيوت يعني على الرصيف يعني ولا ايه؟ خلصت يا واد خلينا نلحق الشغل. لا انا هسوق العربيه، انا هسوق العربيه عشان تبقي فاهمه. بس انا هسوق العربيه. هاتي مفتاح العربيه يا بنت الحلال عشان والله العظيم هسيب الواد ده هنا واديك الحضانه. اديني المفاتيح احسن. لا يا بابا خلي خاله يروح مع نفسه واحنا نركب احسن. سلام يا خال. هركب مواصلات. يا ماما نعم. انا عايزه لعبه. مش دلوقتي يا صافي. يا ماما وانا ليه كل حاجه اول ما اطلبها بتقولي لا؟ طيب يا صافي هروح اجيب لك اللعبه. استنيني هنا حبيبتي. مش كل ما ماما ترفض تجيب لك لعبه يبقى مش بتحبك. اكيد مش معاها فلوس، لازم تراعي ظروفها. صح ولا غلط؟ صح. عمري ما تخيلت يوم اي حاجه ب 20 جنيه، حاجه اكسباير وزي الفل. اي حاجه ب 20 جنيه، اي ناينر وكل حاجه. اشتري منها يا استاذ. بكام قلم الوش ده؟ ب 20 جنيه، اي حاجه ب 20 جنيه. طب بص هاخد منك القلم الروش ده بس ب 10 جنيه. 10 جنيه ازاي يا استاذه؟ انا مكسبي فيه بتاع 3 جنيه، تقول 10 جنيه؟ ده انت بتكسبه قد كده يا استاذه. حرام عليك، ده داير من صباحيه ربنا وشايفه الشنط اللي شايلها ده غلبان، وانت واقفه يا دوب على 10 جنيه. مشيها له ده غلبان. ده انت بتقعدي في كافيه بتصرفي بال 200 وال 300 وبتدي كمان بقشيش جت عليه. الله ينور عليك، هو ده الكلام الصح والله. ربنا يزوقك. ربنا يعلم ظروفي عامله ازاي والله العظيم. معتذره جدا لحضرتك. ولا يهمك. مش عايزه حاجه. لا لا مش هينفع. ربنا يكرمك. انت طيب. هي عملت كام النهارده؟ 50 ومعايا بتاع 150 تاني. الزبون الجاي هنزود. تيجي عليه بقى، تيجي عليه تقولي له ان انا مقطوع من شجره وكل حاجه. حاضر. يلا نشوف الزبون اللي بعده. حد يعدين الطريق. بس الست مش بتسأل عدي. حد يعدين الطريق. بس مش بس. ليه يا ابني كده؟ أنس حط عينك. أنت بتعمله ده عيب لوحدة قد مامتك. بعدين أنت كيفها مش شايفة. حرام اللي أنت بتعمله ده. يعني اعتبرها زي مامتك. روح اعتذر لها وعديها الطريق. أنت هتكسب ثواب يا أنس. شاطر حبيبي. أنا آسف يا طنطا هعديك الطريق. يا حبيبي شكرا خالص. لا 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 ماشي يا باشا. ثانية واحدة بس اجيب الكوريك واجي. ولا بيليا لما نادي عليك تيجي على طول ما تكملش ثانية. انت
تمام وما كنستش الارض ومش مشكله. بقول لك ايه، الراجل عطاك فلوس فين هي؟ لا عطاك، انت هتنكر ولا ايه؟ ما عطانيش حاجه. هات كده الفلوس دي. ايه ده؟ امال ده ايه ده؟ مش عطاك فلوس؟ انت لا انت بتنقني يالا. حرام عليك، ايه اللي بتعمله في الواد ده؟ حرام عليك، ده جاي بيشتغل هنا عشان يسترزق وعشان يصرف على اهله وعلى امه، وتروح تعمل فيه كده؟ انت مش مشغله خدام عندك؟ اعتبره زي ابنك. انت ايه، جاي تصحي ضميري يعني ولا ايه؟ مش عارف انا الناس دي. انا بس هقول لك حاجه، ترضاها على ابنك؟ لا طبعا ما ارضاهاش. طيب ده عامله زي ابنك، اعتبره زي ابنك. ما بسمعش الكلام برضه. خلاص هيسمع الكلام وهعامله حلو. انا اسف يا عم حبيبي. مش ضروره مخبي عليك. مستنينا يلا. يلا هات بقى مفتاح العربيه. ليه ان شاء الله؟ فكرت نفسك هتسوق ولا ايه؟ ايوه انا هسوق. امال انت اللي هتسوقي؟ ايوه طبعا. لا ثواني، هنا ما تمشيش من هنا غير لما تديني مفتاح العربيه. بعد اذنك، انت لبست بتاع كام مطب؟ بتاع 50 مطب امبارح. ما هم اللي حاطين مطبات في الشارع. امال يحطوها فين؟ يحطوها في البيوت يعني على الرصيف يعني ولا ايه؟ خلصت يا عبد، خلينا نلحق الشغل. لا انا هسوق العربيه، انا هسوق العربيه. تبقى فاهمه بس، انا هسوق العربيه. هات مفتاح العربيه يا بنت الحلال، عشان والله العظيم هسيب الواد ده هنا واتكل على الله. لا يا بابا، خلي خاله يروح مع نفسه واحنا نركب احسن. سلام يا خال. هركب مصنوع. بقول لك ايه يا دودو؟ هي قلب دودو، بما انك صاحبة عمري طبعا، هتختاري اهلك ولا فيلا في الساحل؟ اهلي طبعا. طيب تختاري اهلك ولا عربيه موديل السنه دي؟ اهلي طبعا. طيب تختاري محل ضرب كل اللبس اللي فيه ولا اهلك؟ اهلي طبعا. تختاريني انا صاحبتك ولا اهلك؟ انت طبعا يا رودي. غلط. عارفه ليه؟ ليه؟ عشان اللي ملهوش خير في اهله ملهوش خير في حد. يا رودي والنبي هقول لك على حاجه بس وافقي عليها. خير يا ماما. ام حموكشه تعبانه وهتعمل عمليه الزايده وممكن تموت. فالنبي عليها. معلش يا رودي، الفلوس اللي انا مجهزاها لجهازك هديها لها. فلوس جهازي انا؟ معلش يا رودي. يا ماما ام حموكشه دي رجلها والقبر، لكن انا لسه وش على وش جواز يا ماما، هتديها كل فلوسي انا؟ معلش يا رودي، معلش، وربنا هيقف جنبينا. براحتك يا ماما. دلني يا رب. يا رودي إيه؟ جايه لك بخبرين. وانا جايه لك بخبر حلو. بس انا عندي خبر حلو وخبر وحش. ايه هو الخبر الحلو؟ ام حموكشه قامت بالسلامه. والله العظيم. الخبر الوحش الفلوس خلصت على علاجها وعلى العمليه. مش مهم، اقول لك بقى خبر حلو. خير. جاي لي عريس من الخليج وقال لي بصي كل جاهز من كل حاجه، وقال لي عايزك بشنطه هدومك بس. ياه يا ما انت كريم يا رب. انا جايه لك دلوقتي. جايه لك ايه ده يا استاذة؟ طب ثانية واحدة. نعم يا استاذ. حضرتك يعني متعلمة؟ اه طبعا. انت شايف ايه؟ انا شايف ان انت ما تعلمتيش ولا حد ربوك عشان تعملي حركة زي دي. وليه الغلط ده بقى؟ انا اغلط فيك براحتي. ازاي يعني ترمي الزبالة؟ ليه حرام عليك يعني؟ موظف النظافة اللي هنا يقعد يلم ورا حضرتك. على فكرة انا زيك برضو، بس انا براعي الناس اللي حواليا. اهو الباسكت اهو، فيها ايه لما اجي ارميها هنا في الباسكت يعني؟ عندك حق، مش هعمل كده تاني. ماشي يا استاذ، مساء الخير، وما تعملش كده تاني. عارفه ام حموكش اخرت ليه؟ يا امي. ايوه يا ماما. انا خارج، عايزه حاجه؟ عايزه سلام. طب خد المفاتيح عشان لما تيجي بالليل الساعه 2 تبقى تلاقي المفتاح معاك. مفيش حيله، اقوم يا ابني. ماشي يا امي. مش عايزه حاجه؟ طيب سلام يا مروان. هتفريك عشان نازله مع اصحابي. ليه ان شاء الله؟ ايه يا ماما، هنزل مع اصحابي عادي. لا طبعا انت بنت، ما ينفعش انك تنزل يا رودي. يا ماما كل اصحابي بيخرجوا عادي. بقلق عليك وبخاف عليكي. ما اصحابي كلهم بيخرجوا وفي سن انا كبيره مش صغيره. والله انا مش عارفه ايه الناس اللي بتنزل بناتها دي. اقعدي يا رودي، اغسلي لي المواعين. يا بنتي يا رودي. انا رايحه عند ام حموكش عشان عامله محشي. لا طبعا. ايه هو ولا لا؟ احنا ما عندناش امهات بتخرج برا البيت. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما عندناش امهات بتنزل مع اصحابها. لا انا متجوزه عادي. لا ما ينفعش. ايه يا رودي؟ ما ينفعش تنزلي لوحدك. طب تعالي معايا. لا. طب ايه رايك ننزل لاصحابنا؟ يعني اروح معاك عند اصحابي؟ أيوة. وريني يا رودي. ارتاح قلبه. بيحبني ما بيحبنيش؟ الورقه 2,003,445 واحد. بيحبني بس انا حاسه ان هو ما بيحبنيش. مش حاسه. ايه يا رودي؟ في ايه يا رودي؟ ايه كل الورق ده عشان تعرفي بيحبك ولا ما بيحبكيش؟ ايوه بس انا حاسه ان هو مش بيحبني برضه. بعد الورق ده كله تحس ان انت بيحبك؟ انت اخر ورقه كانت ايه؟ ده في ورقه تانية اهو. ما بيحبنيش؟ يلا.